نعيماً. الله ينعم عليك، الله يخليك. Q&A إن شاء الله. بقالي كتير قوي المفروض كنت أعمل Q&A ده. بسم الله. Let's do this. أحمد الصغير بيقول بتفكر تعمل أفلام فيديوهات بروفيشنال، أنت ممكن نشوف أول فيلم من إخراجك. نايس. بفكر جدا إن شاء الله، يعني شغال على سكريبت ربنا يسهل، بس واقف في الحتة بتاعت اللي هو إيه، أبتدي ولا استنى تيم يجي، ولا عارفين البدايات السخيفة دي اللي هي كانت قبل الفلوج على طول، اللي بعديها رحت جاي مقرر يلا فلوج، فحسني محتاج أقول يلا بينا وانطلق. أدهم إبراهيم، إيه اللي يخليني أتمنى إني أفضل عايش؟ أحمد جبر، إيه الخطوة الجاية بعد استبرق؟ والله أنا بعتبرش استبرق حاجة قبل وبعد، يعني هي استبرق حاجة في حياتي موازية لبقية الحوارات اللي أنا بعملها. حتى لما عملت الفلوج ربطته باستبرق، لأن استبرق يعني مظلة تقريبا كل حاجة بعملها في حياتي. بإذن الله تعالى عايز يبقى ليا دور كبير في السينما قريب إن شاء الله. السيد أشرف، ممكن تعمل فلوج بس تتكلم إنجليش من غير ولا كلمة عربي؟ عملته الحمد لله، ممكن تشوفه من هنا. عبير سليمان، عمرك ما جاوبت ولا مرة على سؤال سألته، إزاي أكتشف شغفي؟ الفكرة إن أنا فعليا حاسس إن أنا بتكلم على الموضوع ده في كل جدعان. بسم الله. أنا مش هغير كلامي عن كل مرة. لو أنت مش عارف شغفك إيه، اشتغل. أنت بتوصل للي أنت بتحبه عن طريق تجربة. يعني مثلا يعني أنت اكتشفت إنك مثلا ما بتحبش البامية عشان جربتها مرة، واكتشفت إنك بتحب المسقعة عشان جربتها مرة، فهتعرف إزاي أنت بتحب الحاجة من غير ما تجرب؟ السؤال ده ملغم. ايه هو حلمك؟ وبعد النجاح اللي انت وصلت له ما شاء الله، شايف انك كده حققت حلمك ولا لسه ما حققتوش؟ هل الانسان الطموح بيكون ليه سقف؟ لكل قصة نجاح دافع. طيب انا مش عايز ابدو يعني كليشيه يعني اللي هو ايه تقليدي يعني، بس فعليا كل ما بعمل حاجة دايما بروح ناطط على الحاجة اللي بعديها بعقلي على الأقل. يعني إيه؟ لو مثلا بأبلود فلوج أنا عارف إن الفلوج ده هيبقى مثلا حلو جدا وهيبقى مؤثر في الناس وناس هتتبسط وتأثر بيه، دايما بروح جاي مفكر في إن إيه، طب افرض ده نجح، البروجكت اللي بعديه هيبقى إيه، بحيث إن إحنا نفضل. فدايما الخوف من الفشل بيفرض عليا إن أنا ما اعتبرش أي حاجة أنا حققتها نجاح، لأن ممكن الخطوة اللي بعديها تكشفني على حقيقتي، اكتشف ان انا نجحت صدفة قبل كده، او اللي انا حققته ده كان مجرد حاجة طبيعية نتيجة المجهود، بس انا مش متميز ولا حاجة. فصدقا انا مش حاسس ان النجاح هو مكان انت بتوصله، حاسس ان الحياة كلها عبارة عن خطوات انت بتخطوها، واثناء الخطوات دي يعني بتنجح في شوية حاجات صغيرة كده لحد لما في الاخر تموت. والنجاح الحقيقي بقى هو ايه؟ ان هل كل الحاجات اللي انت حققتها في الدنيا دي ربنا سبحانه وتعالى هيقبلها لوجهه، ولا هيقولك انك كنت بتعمل كل ده للدنيا، والعياذ بالله يعني يقولك ايه انت عملت كده علشان الناس تقول انك عملت كده. وقد قيل فايه، فبتروح بقى يعني ان شاء الله لا يعني بتروح النار، ولا ربنا سبحانه وتعالى هيقول انك عملت ده لوجهي مش عشان الناس تقول ولا تعيد، فتروح الجنة ان شاء الله. فهو ده النجاح، ده الالتيميت نجاح. كل يوم ربنا بيديهولي بيبقى حمل كبير، لان ممكن احقق بيه حاجة حلوة، حاجة تقربني من ربنا، وممكن اعمل بيه حاجة تدمر كل حاجة. كل بوست بكتبه بحاول اخد فيه نية جديدة، علشان لو انا النهاردة بكتب البوست ده ونيتي فيه مش ان انا اخد لايكس ولا شيرز ولا حاجة، ممكن جدا البوست الجاي يبقى نيتي فيه كده عادي جدا. فانا هدفي هو ان شاء الله يعني ان الواحد يرضي ربنا باي حاجة. ربنا مدي الواحد شوية سكيلز، فالسكيلز دي انا بحاول اوظفها عشان ارضي ربنا، مش عشان احقق فلوس ولا احقق شهرة ولا اي حاجة. بحقق فلوس عشان الفلوس دي هي اللي بتخليني اعرف اعيش، عشان اعرف احقق حاجة
ارضي بيها ربنا، والحاجه اللي انا بحاول احققها عشان ارضي بيها ربنا دي هي ان انا احاول اثر في الناس ايجابيا شويه عشان الناس دي تشهد لي يوم القيامه. بعمل هدوم لان الهدوم دي هي الحاجه اللي انا شايف ان هي الاسرع في التاثير، وهي دي اللي بتجمع الناس حواليها. بحاول ابقى معروف عند الناس علشان التاثير برضو يبقى على نطاق اوسع، في سبيل ان ناس اكتر تيجي يوم القيامه وتقول ان الراجل ده عمل واثر وسوى. ف الاشياء ملهاش اي معنى خالص خالص والله. سهل قوي ان الواحد يتكلم يعني بالطريقه دي، بس مش سهل النيه بقى واخلاص النيه. فادعولي كده، ويعني افتكروا الكلام ده كويس علشان عشان ربنا يحفظنا يعني من الرياء، ومن ان احنا نعمل حاجه غرضها مش وجه ربنا سبحانه وتعالى. زوجتي في دعاء كده دايما بتقولولي، بتقولي ايه؟ اللهم اني استغفرك بما زعمت اني اريد به وجهك فخالط قلبي منه ما قد علمت. يعني يا رب انا بستغفرك من اللي انا ادعيت زعمت قدام الناس ان يا رب العمل ده ليك، فخالط قلبي منه ما قد علمت، اللي هو ايه؟ مفيش غيرك يا رب اللي يعلم انا قلبي ده صدق ولا لا. ما بعرفش اكمل بعد الاسئله دي. في سؤال جامد قوي، ده هيبقى اخر سؤال ان شاء الله. باسم بيقول: المبدع انجازاته ليها علاقه بالوقت؟ بمعنى انه لو حقق انجازات او حاجات بيحبها في وقت طويل عن اللازم فهل كده مبدع؟ سؤال جامد جدا. دلوقتي حالا جه في بالي كذا حد من الناس المخترعين ومن الناس اللي اثروا في الحياه، اولهم وعلى راسهم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو كان عبقري وكان مبدع وكان قائد وكان كل حاجه. قعد 40 سنه قبل ما يبقى فيه نبوه، وبعد النبوه قعد قد ايه؟ دعوه سريه. لو كانت السرعه عامل من عوامل الابداع والعبقريه ومؤشر للانجاز والنجاح، كان الاسلام نزل في لحظه، انتشر في لحظة، الدعوة كانت بقت يعني public وقتي، وما كانش هيبقى في حاجة اسمها الصبر. الفكرة ان اساسا الابداع في حد ذاته هو محتاج الجلد ده، محتاج الصبر علشان تكون الاكسبيرينس اللي انت محتاجها عشان تعرف تعمل حاجة مميزة اساسا. فانا مش قوي مع فكرة ان الوقت ليه علاقة بالانجاز او ليه علاقة بالابداع، ولكن لازم تكون انت شغال على الحاجة دي. يعني لو انت هدفك انك تبقى مبدع في مثلا مجال معين اي كان، هل انت بتعمل على ده دلوقتي ولا انت قاعد كسلان وفاكك الدنيا على اعتبار ان ايه قشطة مش فارقة اوصل لده النهاردة او اوصل له بعد فترة؟ فهي برضو بتعتمد على انت نيتك ايه، نيتك انك تدنجل كده ومش فارقة وبتاع، ولا نيتك انك فعلا كل لحظة انت بتقضيها في حياتك حتى لو وصلت بعد 30 40 100 سنه، هل انت رايح في الطريق؟ بعدين برضو في نقطه ان في ناس كتير قوي بتعتمد على الترندز الموضه. يعني مثلا في حوارات بتحصل في البلد ففي ناس تروح طالعه متكلمه في الموضوع علشان تركب الموجه دي وتطلع وتبان ان هي ايه محققه مثلا فيوز او انتشار معين او كده. فدي بتبقى الحاجات اللي معتمد على الوقت جدا. لو ما عملتش ده دلوقتي حالا مفيش حد هيعرفك. فانا شخصيا انا لا اتبع الموضوع ده خالص. لما بتطلع موضه انا بتعمد ان انا ما اتكلمش فيها خالص، لدرجه ان انا احيانا بيبان ان انا مش عايش في الدنيا دي، بس انا عايش وعارف كويس قوي اللي بيحصل، بس انا بختار ان انا ما اتكلمش في كده علشان ده الطريق السهل، ده بقى اللي مش طريق المبدعين. زائد كمان ان انا مش بهتم خالص اطلاقا ان انا ابقى الاول في الشيء. ما كانش فارق معايا ان انا ابقى اول فلوجر، وممكن ما بقاش اول فلوجر في مصر ما اعرفش يعني، على قد اني لما اوصل لده ابقى احسن واحد فيه. فالسرعه بالنسبه لي عمرها ما كانت عامل ولا عمرها فرقت معايا. في استبرق كمان نفس الكلام، احنا ممكن ما نكونش اول شركه عملت هدوم، بس بفضل الله احنا اقوى براند مش اقوى شركه في المبيعات، عشان بس ما حدش اقوى براند، براند نيم، براند نيم، ماركه. اوكي انتهى الوقت، ومراتي بتكره الاصفر ده بشكل، بتكره اي حاجه صفرة من ساعه ما عملنا الحيطان دي صفرة. انا عايز اوريكم حاجه،
دي محفظة جديدة جابوها لي الشباب في خزانة. خزانة دي شركة بيعملوا شنط ومحافظ وحوارات زي دي. فلما محفظتي ضاعت فاكرين جابوا لي المحفظة دي، فيها جيوب كتير جدا، هي كبيرة شوية عليا يعني، بحب المحافظ الصغيرة، بس هي هدية فشكرا. دي بتاعت ايه الاغنيه دي؟